هذه ميزة اللي واجهة البيت شمال شمال مو شرق شمال، ان الشمس ما تمتد مثل الشرق. الشرق هنا الظل يمتد يروحني، اما الشمال دائما ظل، بمعنى ان الشمس ما تدش داخل لكن توقف هنا كذي. اتمنى المعلومة واضحة، ولا اسوي عنها تقرير بعد؟ خلوني اقول لكم الصراحة، هذا مشروع قبل 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 لا يكلموني. انا اذكر اول ما دزوري شفت اللوجو قلت هذا دائما اشوفه ببيتنا، دائما اهلي يطلبونه، او على طول قلت لهم تم، هذا مر علي اكثر مره وشايفه بالبيت. اول شيء ادخل لكم على الاكثر مبيعا واللي اصلا البزنس كله قائم عليه، واللي الحين اقول لكم اطلبوه، هذا اللي يقول لكم كل ما دشيت البيت اصلا القاه. انا قبل لا يكلموني والله العظيم ان اكثر مره بالصاله هذه ادش القى اهلي طالبين. هذا الاكثر مبيعا عند الشركه، وهو اللي اصلا قائم عليه الشركه، اسمه سول سولتد. صراحه لذيذ، عندك فوق كاكاو ما تدري هو في ملوحه، في مثل الكراميل، لذيذ صراحه. هذا ضربه معلم عندهم صراحه. بعد ما ضرب هذا وسمع، قاموا وسووا هالميكس هذا. لو تلاحظون نفس الفكره، بس هذا ماربل يكون فيه شوكليت ووايت، وهذا وايت وبس للي يحبون الوايت شوكليت. مميز جدا، مميز الملوحه اللي فيه، الكراميل اللي فيه، الكاكاو، صراحه لذيذ والله لذيذ. يعني باختصار هذا هو الرئيسي، وهو مربط الفرس، وهو الاكثر مبيعا، وهذا للي يبي اكثر من ذوق. عندهم بعد شيء ثالث اللي هو مسوينا كشخه، خلينا نقول خصوصا حق المناسبات، اللي بيطلب شيء ذهبي فضي، الماربل سيلفر اند جولد، هذا لازم تطلبه مبكر. وعندهم سلمكم الله هل فطاير اللي تشوفونها، هذه فطاير حق كل الاذواق على قولتهم، وسعرها جدا مناسب. اللي بيطلب منهم احط لكم الواتساب، تدش عليهم نظام واتساب وتطلب. بس انا اقول لك تبي شيء ما تتحسف عليه، عندك هذول الاثنين. هذا هو 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 اللي سوى الشركه كلها اتوقع، هذا قوي جدا، وهذا اذا عندك اللي بتعزمهم عندك اكثر من ذوق. والفطاير ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا حق المناسبات. سول سويت، انا هم بعد بحط لكم حسابهم بالانستغرام اللي تحت الرابط مال الواتساب، تطلب مباشره وتقدر تصور الحين وتحط دائره تقول ابي هذا او ابي هذا او ابي هذا. اوه اليوم زبيدي زبيدي، وطبعا بجانبه هذا الرقي اللي امس سويناه مع بعض. يا سلام، هذا طبعا طالب اليوم جديد، هذا اللي امس خذيته مجاني، بس هذا لا طلبي جديد. شوف والله يسوي نفسه انه هو سوى كل شيء. ها خالد سوي نفسه انه هو اللي هو اللي مسوي كل الدنيا. طيب طيب شفت شلون ياخذ الثمره بعدين اخر شيء، ولا تعب ولا سوى شيء. فهد عندنا مشكله ويا ولد عمك هذا. هذا هذا من كبيرة. من صار ابو عبد الوهاب. أيوة والله. تغير ترى اسم ابو عبد الوهاب اسم تجار. ايه وتغير علينا صار. يعني من الساعه داخل قاعد نجهز الغداء، الحبيب جاء اخر لحظه عشان يقول خلاص جاهز يلا روح علم ابوي. ما يصير تخطف الثمار اخر شيء. قاعد اسعى يقول قاعد بسم الله نبدأ جولة عصر الجمعة. والله عاد متأخر صراحة اليوم إلى مدينة المطلع. السموحة، والله السموحة يا أحباب. صراحة جولة اليوم ما صورت، أصلاً جاي متأخر، فما مداني، ولهيت والله بيني وبينك قاعد أحوس وأشوف وأحوس، ونسيت لهيت على التليفون. بس وأنا طالع المساء قاعد أقول يا ليت في اتفاقية ما بين كل أهل المطلع، يصير اتفاقية وعرف ان الكل يزرع، الكل يشجر، الكل. المنطقة الحين بحكم انها جديدة شجرة واحدة ما في، وبعد مو بس الناس، هم دور الحكومة. يعني بصراحة الحين الكل يدري ان مخططات المطلع فيها حدائق، وتشوفوا على المخطط تقول اوف، الحدائق تقريبا في كل قطعة، في مسجد وحديقة، وحديقة حلوة وراحية، لكن هل يتم عملها بالواقع؟ لأن صراحة خوفك تصير نفس مناطقنا قبل. يعني مناطقنا قبل ترى حتى المناطق الكويت كلها لما تشوفها بالمخطط وقت التوزيع حاطين حديقة، وفعلا في مساحة حديقة، بس الحين هي شنو؟ مو حديقة، براحة. تلقاها والله جدي لا، وبعضهم مو براحة، بر بعد لا، حتى تلقى فيها حاطين هقار، يعني لا هوب وحر. فمفروض ان بحكم انها منطقه جديده، يعني المطلع جميله جدا، بنيه تحتيه حيل حلوه، خطوط سريعه فيها صراحه بنيه تحتيه بالمطلع مرتبه، بس هل يتم التسجيل من الحكومه اولا، والحدائق فعلا تكون حدائق؟ رقم اثنين
سكانها. انا ودي والله يعني يصير في تكاتف بين الكل والكل يبادر ويزرع. اللي لفه ولا الكل يبادر ويزرع، يزرع قدام بيته، يزرع قدام الارتداد، يزرع كذا. عشان كذا انا اقول لكم والله مساله المياه الرماديه ودي والله اشجع عليها اكثر. اذا الكل استخدم المياه اللي هو اصلا قاعد يقطها، المياه هذه بتزرع وبتزرع لك بدون تكلفه، زيرو تكلفه. انا شخصيا اعلن باذن الله، باذن الله ان بسوي بيتي نظام المياه الرماديه، اللي هي باختصار باختصار جدا ماي الشاور، ويعني بس بتعب يمكن بكوست السباك بالبدايه يعني هو الصحي، ماي الشاور بدل ينقط برا لا يروح بخزان ويكون حق السقايه مع وجود فلتر بسيط. ماي الشاورات يمكن تقدر، بس ماي الشاورات تقدر تقول ماي الشاورات والحنفيات يروح. انا اعرف واحد ماخذ ماي الشاورات والحنفيات ويردهم وين؟ بالسيفون، اذا يبي يعني مثل ما تقول يوفر الماي هذا اللي يهدر بس كذي. انا شخصيا اتكلم عن تشجير، خصوصا اللي بيوتهم على ارتدادات وعنده مكان صدق يزرع فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله بلشت تنور. هذا بيت تبارك الرحمن وصلته كهرباء، هناك بيت وصلته كهرباء. تقول اغلب الحين طايح بطبع شو اسمه، انا والله طايح بالكاميرات ما شاء الله. الان ثقافه عامه يعني اغلب البيوت قيد الانشاء يحط عندها كاميرا على الطاقه الشمسيه، ما شاء الله شغال على طول ويتابع بيته على طاقه شمسيه. شوف هذا بيت منور خلاص المطلع، اذا الله عطاكم عمر باذن الله الفتره الجايه يعني خلينا نقول اشهر بس راح تصير يوصلكم مسجات اعزمك على افتتاح دوانيتي بالمطلع، بيتي في المطلع. خلاص الناس ما شاء الله سكنوا، شوف هذاك ما شاء الله ساكن، الله يبارك له. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف 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 الحي ايش كبرها، ضخمه جدا جدا جدا. والله اخبر الحياه بالكويت صغار، لكن الظاهر هذه عابرة الشارع ودعمها واحد، والله مو هينة حجمها. الحين مع الحرارة بين المزارع بالعبدلي بدأت تطلع الديبان، الله يستر. كبير والله يا فهد كبير، كل شيء بالجو بالبحر بالبر بالإبل بالغنم. تبي وبر حق بس بالسفر بالبحر، تبي اوبر حق بس؟ ها مخطط شنو يعني قاعد عشان تسوي دبشت؟ ها هذه كسره، هذه تعود، هذه لازم على الراحه. ها نقول نعيما الحين فهد، يلا حياك 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 حياك. الحين الابل ما يسمونه صوف، ما يسمونه صوف، يسمونه اوبر. اوبر والصوف عند الغنم. ايه النقاش بساعه، احنا نقول للصوف جز الصوف. طيب لغتنا او بلهجتنا الابل شو يقولون ما ادري، ترى اهل الابل عندكم كلمات نفسها. لا انا اتوقع نفس يا جز يا حلق، يعني الغايه واحده، الغايه واحده، بس اقصد هم لازم شوي لا لا زين زين زي الفروقات الفرق. إيه هل انتم اهل البحر لهم كلمات يعني؟ زين بعرف الفروقات شوشان اهل البحر واهل البر نفس الشيء، بس اهل البحر هم عندهم يعني كلمات ما يقولها الا بالطبع، واذا قلت غلط عيب. ليش لا لا بالحين الاساس الابل وبر، الغنم صوف، معزه شعر، معزه شعر. لما يقولك بيت شعر مو بيت بس من صوف الغنم ولا من وبر الابل، بيت الشعر كله من المعزه، المعزه العنز. سهرة خارجية بالعبد اللي شلون يقولون الجو مو حلو؟ والله الجو ولا أروع، ولا شو تقول فهد؟ جو حلو على قولتك، جو حلو والله حلو. فرات والله فرات رحت من الكويت، كويت مشتاقت لك يا فرات.